هذا الفرد الذي نعمل عليه الآن قمت بتنزيله، أو بالأحرى أرسلته لكي ينزل على موقع منصتي، وسنعمل عليه اليوم للمراجعة. من يقرأ لنا السند ده؟ نقرأ مدى. تفضل. نحن نمر بالضغوط العصبية، فعافانا الله من شرها. كل لحظة وهي ليست بالضرورة مرادفة للخطر، ولكنها تعني في أحيان كثيرة تفاعلنا واحتكاكنا بالحياة، مما يدفعنا إلى تطوير مهاراتنا لاكتساب خبرات أكثر. والضغوط في هذه الحالة لا ضرر منها، ولكن أحيانا تكون هذه الضغوط أكثر مما يحتمل حين تنقلب إلى عبء ثقيل يترك بصمته على أفكارنا ومشاعرنا وسلوكنا، ووحش يفترس الصحة والوقت فتبا لها. الحقيقة السوداء أننا نتعرض للضغوط قبل أن نولد، فتعرضت الأم للانفعالي أثناء الحمل، يؤدي إلى إفراز هرمونات الانفعال التي تمر عبر المشيمة للجنين فيصاب بالتوتر. وهذه الضغوط لا تنتهي كلما تقدمنا في العمر، وإنما تتغير، فهي ترافقنا في سنوات الحضانة ثم المدرسة ثم الجامعة، فالعمل في سنوات النضج. ولذا يجب علينا أن نغرس في الصغار استراتيجية عامة وضاءة يمكنهم من مواجهة الضغوط، وذلك باكتساب أسلوب حياة جيد تتوازن فيه السلامة النفسية والجسدية والاجتماعية. نعم، شكرا لك. يا قراءة أخرى. مدرسة. أهلا يا مرامة. نحن نمر بالضغوط العصبية، عافانا الله من شرها كل لحظة، وهي ليست بالضرورة مرادفة للخطر، ولكنها تعني في أحيان كثيرة تفاعلنا واحتكاكنا بالحياة، مما يدفعنا إلى تطوير مهاراتنا لاكتساب خبرات أكثر. والضغوط في هذه الحالة لا ضرر منها، ولكن أحيانا تكون هذه الضغوط أكثر مما يحتمل حين تنقلب إلى عبء ثقيل يترك بصمته على أفكارنا ومشاعرنا وسلوكنا، ووحش يفترس الصحة والوقت فتبا لها. الحقيقة السوداء أننا نتعرض للضغوط قبل أن نولد، فتعرض الأم للانفعال أثناء الحمل يؤدي إلى إفراز هرمونات الانفعال التي تمر عبر المشيمة للجنين فيصاب بالتوتر. وهذه الضغوط لا تنتهي كلما تقدمنا في العمر، وإنما تتغير، فهي ترافقنا في سنوات الحضانة ثم المدرسة ثم الجامعة، في العمل في سنوات النضج. ولذا يجب علينا أن نغرس في الصغار استراتيجية عامة وضاءة تمكنهم من مواجهة الضغوط، وذلك باكتساب أسلوب حياة جيد تتوازن فيه السلامة النفسية والجسدية والاجتماعية. نعم به. إذا ما نمط الكتابة في هذا النص؟ سردي. سردي. تفسيري مدام. تفسيري. وصف روح الجيش. نعم، إذا هو نص وصف حجي. حجة حجاجي. جيد حجاجي مدام. به. ما هي الفكرة التي يخاطبها هذا النص؟ هناك فكرة أو أطروحة الضغوط السيئة. أو أروح أطروحة ضغطت يخاطبها نفسي. هذا النص أو يعالجها هذا النص أو الضغوطات يطرحها هذا النفسية النص؟ عادة. ما المقصود بالضغوط العصبية هنا؟ ضغط نفسي. الضغط النفسي أيضا. الانفغاضات من قبل أوكي، المجتمع. الضغوط التي تأتي من قبل المجتمع به. المشاكل. ما أسباب هذه الضغوط مبدئيا انطلاقا من هذا النص؟ ما هي الأسباب التي تؤدي لهذه الضغوط؟ العنف مدام، العنف، العنف، تخلف الحياة الحياة الاجتماعية، الاجتماعية. نعم، أي تخلف المجتمع، تخلف المجتمع. الحمل. ب الحمل ب إذا هنا يقول لك تعرض، فتعرض الأم للانفعال أثناء الحمل يؤدي لإفراز هرمونات الانفعال التي تمر عبر المشيمة للجنين. إذا الجنين عندما يولد عصبي
عصبي بطبعه، لأن الأم قد أوصلت له انفعالاتها عندما كانت حاملا به. ب وهذه الضغوط هل لها مدة وتنتهي أم هي متواصلة؟ متواصلة. متواصلة. ب كيف تكون متواصلة؟ لا تنتهي كلما تقدمنا في العمر. وإنما ماذا إذن؟ تزداد. تغير. تغير، تزداد، إنما تتغير. إذن كل فترة لها ضغوط معينة، ليس نفس الضغوط التي تكون أنت في المدرسة الحضانة هي نفسها التي تكون في معهد، هي نفسها التي تكون في الجامعة، هي نفس الضغوط وأنت في حالة يعني حسب لنقول المسؤولة إحنا المطالب بها. نعم أنت غير متزوج، نعم ليست نفس الضغوط وأنت متزوج إلى غير ذلك. إذا كل حالة أو كل مرحلة ستمر بها ستتغير معها هذه الضغوط، هذه الضغوط لا تنتهي ولكنها تتغير بتغير المرحلة التي تكون فيها. ب نمر إذا إلى أسئلة الفهم. السؤال الأول، هاي حيزية ولا لؤي؟ لؤي، أي لؤي؟ لا، من منكم يريد القراءة؟ طيب نقرأ أنا مدام. تفضل، لا تفضل. أسئلة الفهم. يشير الكاتب إلى نوعين متقابلين من الضغوط العصبية بين ذلك. ما معنى متقابلين؟ متعادلين. متضادين. أي متضادين، نعم. به إذن ما هو النوع الأول؟ هل أعود بكم إلى النص؟ أي مدام. به أي مدام. النوع الأول والنوع الثاني انطلاقا من هذا النص. يا ضغوط عصبية. إذن ضغوط عصبية، به هي أصلا ضغوط عصبية، ولكن هذه الضغوط العصبية تنقسم إلى قسمين، الضغوط اليومية. وهو أشار إلى ذلك وأشار إلى ذلك جليا. ملاش معطها جالية. يعني واضح، يعني تحدث عن هذا القسم الأول والقسم الثاني بوضوح في النص. قبل الولادة و لا لا، أقرأ الناس من الأول. ها كيف بالحياة. الضغوط العصبية نوعان. لها ضرر وليس لها ضرر. أحسنتي أحسنتي، ضغوط عصبية بمعنى هنا ليس فيها ضرر، أي ضغوط عصبية إيجابية. إيجابية تقابلها ضغوط عصبية سلبية. إذا ما هي الضغوط العصبية الإيجابية انطلاقا من هذا النص؟ يدفعنا إلى تطوير المهارات واكتساب الخبرات. نعم، إذا هي هنا ليست بالضرورة مرادفة للخطر، نعم، تعني التفاعل، هنا كما قال تعني التفاعل، احتكاك بالحياة، أي مما يدفعنا إلى ماذا؟ تطوير تطوير المهارات. المهارات، نعم، تطوير المهارات واكتساب الخبرة. إذا الضغوط في هذه الحالة لا ضرر منها، هي إذا هنا إيجابية. ضغوط، نعم، إيجابية. عصبية إيجابية. إيجابية. أي النوع الثاني، إجابات ضغوط ضغوط سلبية. سلبية نعم، أي كيف تكون سلبية؟ أكثر مما يحتمل حين تنقلب إلى الضغوط في أكثر المجتمع. إيجابية. نعم، يعني ضغوط تفوق طاقة الإنسان، تتجاوز طاقة استيعابه وتحمله. تتجاوز نعم الحدود. نعم فكيف تنقلب هذه الضغوط؟ تقلب على مشاعرنا وسلوكنا. نعم، إذا نصبح كأننا وحوش، عندما يقول لك اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني اللهم لا تحملنا شيئا لا يطاق
ولا نستطيع استيعابه والتعامل معه. عندما تأتي أوقات على الإنسان تكثر فيه الضغوط والمشاكل والعراقيل وكثرة الهموم، فسيتحول من كائن بشري آدمي إلى وحش وحش. يدمر ما أمامه، وقبل أن يدمر أو يدمر الآخرين هو سيدمر نفسه به. إذن هذه الضغوط أكثر مما يحتمل، لو تحولت إلى أكثر مما يحتمل ستنقل إلى عبء ثقيل يترك بصمته على أفكارنا ومشاعرنا وسلوكنا، ووحش يفترس الصحة والوقت فتبا لها. إذن يشير الكاتب إلى نوعين متقابلين من الضغوط العصبية. هذا الفضاء لن يكفيني، سأكتب على الورقة هنا به. عنا ضغوط أولا عصبية إيجابية، ضغوط عصبية إيجابية، إذن هي التي تعبر عن تفاعلنا مع الواقع تفاعلا بناءً خلاقا رغم تعرضنا للصدام معه. فالوقوع في مصيبة مثلا، الوقوع في مصيبة قد يوترنا، ولكنه قد يدفعنا إلى خوض الصراع ومضاعفة الجهد من أجل الخلاص، فالتوتر الإيجابي لا ينقص من عزيمة الفرد بل يغذيها، ويدعوه إلى الاندماج في صلب المجتمع وإثبات ذاته. إذن المشاكل أو خلافنا مع الواقع أو العراقيل أو أي مصيبة قد تعترض هذا الشخص، فهو سيأخذ الأمور بإيجابية، لن يعقد الأمور، بل بالعكس سيرى أن هذه المصيبة أو هذه المشاكل هي حدث قادح لكي يثبت ذاته ولكي يثبت وجوده وكيانه في المجتمع. إذن هذه الضغوط العصبية ستصنع منه إنسانا مبدعا وخلاقا به. في المقابل مدام ضغوط، نعم مدام فما كلمة بعد في السطر الثالث، في مصيبة قد شنو؟ يوترنا، فهو في مصيبة قد يوترنا ولكنه قد يدفعنا إلى خوض الصراع ومضاعفة الجهد من أجل الخلاص به. هذه الضغوط العصبية الإيجابية في المقابل للضغوط العصبية، عفوا السلبية، هنا السلبية ما يمكن أن أقول عنها انطلاقا من هذا المفهوم، من هذا المفهوم الإيجابي. ها
هي التي تحطم الضغوط الإنسان. العصبية السلبية. أن يعكس الآن الضغوط الإيجابية تكون محتوى إنسانا الضغوط غير محترم. كيف تكون إنسان غير محترم محترم أيضا تؤدي إلى الصراع. تؤدي إلى الصراع به. فيك يعني العنصر الأول أو الشخص الأول هو صنع من هذه المشاكل ومن هذه الضغوط إنسانا خلاقا بناءا مبدعا. الإنسان الذي سيقع في هذه الضغوط العصبية بمنحى سلبي ماذا سيكون؟ منفرد مضطرب أيضا، متأزم. متأزم به. إذا هذا الاضطراب وهذه الأزمة ما الذي كيف سيكون تأثيرها على هذا الفرد؟ هل سيكون هنا معطاء في المجتمع؟ لا إذا أعلم. ستشل عزيمة هذا الشخص. إذا هذه الضغوط وكثرة المشاكل ستقوم بشل حركته وشل عزيمته ومحق إرادته. إذا ستكون عائقا أمام تطوير ذاته وإثباتها في المجتمع. إذا نعني بها، نعني هنا بها تلك الضغوط التي تشل عزيمة الفرد وتمحق إرادته. إرادته فهي تمارس فعلها المدمر. ومن الممكن أن يصبح إنسانا مريضا. أي مريضة نفسيا بطبيعة الحال لا إذا كانت يعني نعم أمراض عصبية هي عصبية. هو المرض النفسي راهو مربوط بالمرض تؤدي إلى العصبي. الاكتئاب. تؤدي إلى الاكتئاب اكتئاب صباحا، نعم. إذا أزمة نفسية العزلة. اضطرابات أيضا حتى يولي عنده خلل عصبي. يولي احنا نقول نجم يدخل في حالة دمات نفسية. هذيان وهبال. يولي مهبول فمشكون أي هبل من كثرة العصب وكثرة الضغوط هبلت ولات ما إنسان ناس غير واعية. وما تلقاه مثلا يتحدث يمشي يتحدث وحده وذاك من كثرة الضغوط ستريس عصب كثرة الضغوط، معناتها من كثرة الضغوط، ما دام مثلا يطلع له السكر، يطلع له الدم، حاجة هيك. مثلا أمراض مزمنة كما تنجم تجي زادة أزمة قلبية يؤدي إلى الوفاة إلى غير ذلك. إذا كانت أكبر من احتمال الفردي أو إذا ارتبطت بشخص، بركزوا لي على الكلمة هذه، إذا ارتبطت بشخص ذي هشاشة نفسية. إذا ارتبطت بشخص ذي هشاشة نفسية ضعيفة أو إحنا قلنا هشاشة لا داعي لكلمة ضعيفة. إذا ارتبطت بشخص ذي هشاشة نفسية بمعنى هنا ضعيفة نفس الكلمة أو تجربة محدودة. يعني إنسان ليست له خبرة في الحياة، ليست له علاقات اجتماعية، تكون خبرته محدودة وقصيرة وسطحية جدا، سيتأثر بهذه الضغوط ولن يستطيع مواجهتها. أو أن تجد إنسانا إيمانه مثلا ضعيف، صاحب نفسية هشة، فمن السهل جدا أن تؤدي هذه الضغوط إلى درجة الانتحار أحيانا.
يعني أغلب حالات الانتحار دائما تكون أسبابها نفسية، يكون إنسان صاحب شخصية ضعيفة، نفسية هشة، خلفية فكرية متخلفة، أو تجربة محدودة، ليست له علاقات، ليس له دعم أسري أو دعم من الأصدقاء أو من المحيط الخارجي، فسيجعل نفسه عرضة لأمراض نفسية عديدة تنهي في أحيان كثيرة حياته. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بدنا نقرأ نسجل. مريضة. تراجع لحظة واقرأ قبلنا. تي مدام الورقة نتاع اللي كتبتها ولا ورقة النص؟ اي هذيك هذيك اها، هذيك باهي. اي شكون نقرأ السؤال؟ اي ضحى. أشار الناس إلى تعرض الطفل في المدرسة إلى ضغوط نفسية، هل ذكرت 4 أسباب؟ إذا تعرض الطفل في المدرسة إلى ضغوط نفسية، نذكر هنا 4 أسباب. نعود بكم إلى النص. هو هنا لم يذكرها بالتفصيل، ولكن من خلال إشارة نستطيع أن نستخرج بعض الأسباب التي تجعل الطفل إذن هنا يتعرض إلى ضغوط عصبية أو نفسية في المدرسة. إذن أسباب هذه الضغوط لطفل في المدرسة، هاي أعطيوني أمثلة، وأظن أنكم أو مر عليكم أمثلة لبعض التلاميذ يمرون بضغوط عصبية ونفسية، نقول إن صح التعبير، صعبة، يعني حالة نفسية صعبة جدا. أظن أنها قد مرت أمامكم بعض النماذج. نعم مرامة، التنمر صحيت، وهذا الوحدة أكثر سبب أو من أقوى الأسباب التي تجعل الطفل في ضغط عصبي ونفسي مريع. التنمر، التنمر على الشكل، في المجتمع. التنمر على الكلام، التنمر على الخلقة، الخلقة وهي معطاء هنا، وهو عطاء رباني للإنسان أن نقوم بالسخرية من خلقة الله، أو نسخر مثلا من شكله إن كان فقيرا، إن كان يتيما، لباسه غير منظم، لباسه غير جميل، لا يستطيع الكلام، غبي في الرياضيات مثلا، غبي في اللغات، نقوم بالسخرية منه. هذه كثير من التصرفات التي يتعرض لها التلميذ في المدرسة. به التنمر أيضا، المشاكل العائلية، نعم، المشاكل الأسرية مثلا، طلاق الأبوين، أو العنف الذي يسلط على هذا الطفل من قبل الأبوين أو حتى من قبل الإخوة. نعم أيضا، المعاملة السيئة. نعم، نجم نقول الامتحانات نقول الامتحانات، أو مثلا نقول الضغوطات التدهور، الدراسية. تراكم الدراسة. تراكم الدراسة، هل هي تسبب تراكمات الدراسة ستوترا لكم؟ بنفس من بلوكين واحدة المعاملة السيئة مدام. كيفاش؟ معاملة سيئة من قبل التلاميذ معاملة سيئة من قبل التلاميذ، إذا كثرة أو الدروس الأساتذة. أو الأساتذة. نعم، تجد الأستاذ يعامل التلميذ معاملة سيئة. نعم، كثرة الدروس، أن يجد التلميذ نفسه في دائرة أو متاهة من الدروس والمواد الإدمان المتنوعة. بالله سامحوني، اللي قاعد يعمل في صوتي سكر الميكرو، يعيشكم. إذا أن يجد التلميذ ما راه تلقى روحك في سومانا بلوكي تحكي وحدك. إيه مدام
لاباس لاباس. أسبوع مغلق يمر، مش مشكل، كي تلقى نتيجة باهية تنسى تعبك. ايه مثلا تدهور المستوى الدراسي، أن يحاول التلميذ عدة مرات محاولات لتحسين مستواه الدراسي لتحصيل أعداد محترمة، ولكن لا يجد ما يرضيه. مثلا يجد أعدادا ضعيفة أو مواد فشل فيها، هذا أيضا يؤثر على نفسية التلميذ. فما زاد حاجات هنا نجم نقولها، كي يتسلموا التلاميذ النتائج متاعهم، فما تلامذة ما يتسلموش على شهايد. كي يجي مدير مثلا يجي يفرق هو والمعلم ولا الأستاذ، يفرقوا الشهايد على التلامذة الممتازين، ويخلي التلامذة اللي ما تحصلوش على أعداد جيدة نقولوا احنا يقعدوا يشوفوا ذيك زادة، فمش شكون تأثر عليه. يقول انا حاولت حاولت حاولت، وفي الاخر ما خديت شهادة، في الاخر ما زلت ما قدمتش، هم زملائي ياخذوها والمدير شي فرح بيهم هو الاستاذ فرح والله بيهم. بالحق وانا يا مدام، حتى في كلاسنا وقت جه المدير وزع علينا الشهيد، فما شكون موزعش عليهم يا أخي، يولاو يبكي. يبكي ويبكي أي فهمت شنو اللي يعملوا فيها هذه اصلا معناها. مدام هي يعطيه الكل يبدأوا مش بحذانا على الأقل الآخرين معناها. مدام احنا صحيح، ما بدلناش، مدام استدعى المتميزين للبيرو متاعك مدام احنا ما واعطيهم. بدلناش، مدام ها هو يمكن ما يشجعهم حقا يعمل ما هكاكا، بدلناش مدام مش حكاية. ليش مثلا. شوف فما زوز حلول، يا اما تستدعى للمكتب لتشكر المتميزين، وهذا من حقهم زادة، راه حتى المتميز يحب شكون يشكره، هذا من حقه، يحب زادة ياخذ شهادة، هذا من حقه. ولا فما لا مدام يخرج اللي واخدين شهادة، الكل يخرجوا من السبورة والآخرين يقعدوا كيك. اهي صحيت صحيت صحيت، انا قبل جي ونيتين زي يبكي ومن الفازة هذي، وبالحق وجعتني على الاخر معناها، ما جوني يبكي وحسوها على الاخر معناها، انك تخرج متميزين وتخليهم هما، فما حاجة يتخرجهم الكل وتشكرهم الكل على المجهود، مهما يكون اي تلميذ اكيد بذل المجهود، سواء قوي ولا ضعيف اكيد هو بذل المجهود، وشكرهم الكل وشجع اللي مخذاه، وش يكون حوار جماعي مع الناس الكل. أما أنت تحكي كان أما مع المتميزين دام وتخرج فرق المتميزين. نعم ويتعب وفي الآخر ياخو والتلميذ الصوت متقطع. مدام نحنا البروفة في جد عطتنا الشهيد، معناتها هناك طول لقيت له انا صف ولا اعمل حتى شيء، مثلا ست اخرين أحسن حاجة والله باهية، أنا اعطي طول. تعجبني الطريقة هذيك، أحسن حاجة بالحق. وده نحن دولة من دولة. فما أمور فما حساسيات ما لازموش تصير في بين التلامذة، يا نشكر الجميع يا خلي كل متميز يتسلم جائزته بشكل فردي يكون أحسن، وإلا إذا تحب أنت تشجع بقية التلاميذ يكون حوار لطيف إن صح التعبير، حوار فيه تحفيز، نقول لهم ها صحيح زملائكم المرة هذه خذاه، والمرة الجاية أنتم قادرين تاخذوا، والمرة الجاية نفرحوا بكم أنتم، ويكون لك الكلمة الطيبة والحوار الطيب هو الذي سيجعل النفوس إذا مرضية، ونبتعد عن الحساسيات بين التلاميذ. هل هناك سبب آخر للضغوط النفسية التي يتعرض لها الطفل في المدرسة؟ التمييز من قبل الأستاذ، مدام الضغط المدرسي التمييز، الضغط المدرسي، من حيث ماذا الضغط المدرسي؟ الوالدين مدام، ضغط الوالدين. أو نقول هنا العقوبات المدرسية، أيضا العقوبات المدرسية، مدام الظروف المادية، العقاب المدرسي، أي الظروف مدام المادية داخلة في الظروف الأسرية، العقوبات المدرسية لها أحيانا تكون مشحفة، لأن مثلا التلميذ في المدرسة ما زال صغيرا،
ما زال تواقا وميالا إلى الانطلاق واللعب والمشاغبة والتشويش إن صح التعبير، فوجود العقوبات المدرسية ستشعره بالخوف الذي سيولد توترا داخليا في نفسه. التلميذ في سن المدرسة كالعقوبات المتكررة ستجعله يشعر بضغط نفسي وكأنه في سجن، لأن المرحلة الأولى هي مرحلة حساسة، ما زال الطفل صغيرا لا يستطيع أن يتحكم في تصرفاته، فتجده ميالا للعب، للانطلاق، للضحك، إلى غير ذلك. فالعقوبات المستمرة ستخلق كبتا في داخله وتوترا. حتى العقوبات ينبغي أن تكون في مراحل وطريقة معينة، لا أن تكون بصفة متكررة، أو أن نواصل ونمارس العنف على التلميذ. أحيانا بعض التلاميذ يتعرضون للعنف من قبل إدارة المدرسة. وقت التمييز بين التلاميذ، التمييز، نعم، فما مثلا تلقى البروف تقري في بنتها، مثلا مش تعطي كلهم انذارات، تعطي كلاس كام تخلي كام بنتها. يا حلو عادي. والله فما مدام للعلم. مدام نتذكر ولا نفسي يبداو كلهم اذكياء، وكل تمشي كل الاذكياء تبقى تشكر فيهم والاخرين لا، وهما نفس المستوى يعني. فما مدام إذا نعرف، فما متفقد كان مش يجي الأستاذة يا أخي، معناتها وصل لها إنه المتفقد مش يجي نهار الفلاني، فهمتوا؟ مشيت حكيت مع المتميزين باش يجيوها في النهار هذاك، واللي مش متميزين قلت لهم ارتاحوا في الدار. هي بدأ صحيح. جو كان المتميزين صار نهار كمان. هذاك. فما طرائف، برشا طرائف الحقيقة. مدام بي يعني. نعم وإلا مثلا تجيب نوت باهية يقولوا لك التلميذ يقولوا لك ما أهلك عملوا فيك، حتى ذيك كيفاش؟ تسبب مدام. مثلا كيفاش يا يبدأ تلميذ متميز يجيب هاي؟ معناها نوت باهية يقولوا له ها أهلك يعملوا فيك، معناها يبدأ الناس الكل، وهو بالعكس. آه في صحيح صحيح. فما فما للأسف فما هذه هناك كلام لا مستحسن الابتعاد عن نمط معين من الكلام، لأن له تأثير في نفسية التلميذ، خاصة أنه مازال صغيرا سيتأثر بكل سهولة به. إذا خلنا نضع هنا الأسباب، من جملة هذه الأسباب نقول: أولا تدهور المستوى الدراسي هنا، التعرض للتنمر، هي السخرية هنا من الأقران، سيسبب بطبيعة الحال تدهورا في النتائج وفي السلوك، أو أن قلنا منذ قليل السخرية من فقره أو عيب خلقي أو فساد في الذوق في طريقة اللباس، هذه السخرية ستجعله إذا معقدا. ب التعرض للتنمر، ب أيضا عدم القدرة هنا، عدم القدرة على تكوين صداقات. أحيانا ترى بعض التلاميذ في حالة عزلة، لا يقتربون من أصدقائهم خوفا من ردة الفعل، مثلا عدم القدرة على تكوين صداقات، الخوف. أيضا تجد مرارة. هذا التلميذ حاد الطباع، تجده لا يريد الكلام ولا يريد من يتواصل معه، إلى غير ذلك. ب أيضا قلنا المشاكل الأسرية لها تأثير كبير على التلميذ. ممكن أن نضيف إذن سببا خامسا هنا، أن نقول هنا العقوبات
المدرسية، عقوبات المدرسية تجعل التلميذ في حالة خوف دائم. ب السؤال الثالث، السؤال الثالث، لا أي فاطمة، يمكن للفرد زيارة طبيب نفساني؟ بأقرأ السؤال أولا. كيف يمكن للفرد في سنوات النضج أن يتخلص من ضغوط نفسية؟ يمكن للفرد أن يتخلص من ضغوط نفسية بزيارة طبيب نفساني. نعم، إذا الالتجاء إلى طبيب نفسي ليعالج بدأ هذه الأمراض. نعم، طبيب نفسي. نعم، أيضا ما دام ممارسة شيء يريد إلى الأقارب والأصدقاء. ممارسة الرياضة مثلا. أي إزاي؟ نعم، الرسم أو الأصدقاء والأقارب، ودام التحدث إلى شخص تعطي فيه ثقة، معناته إذا الفضفضة كيف؟ إن صح التعبير، الفضفضة إلى شخص، ولكن أحيانا هذه الفضفضة ستنقلب عليك. مدام الفضفضة قد تنقلب عليك وتصبح نقطة ضعف لك. ردوا بالنا كي نحكيه، لشكون نعرفه لشكون نحكيه زاده. إذا احنا عندنا سر دائما نجم قلقنا وأن نبوح به إلى شخص، وهذا الشخص غير أهل للثقة، ففي وقت لاحق سيبوح بسرك وستتفاقم هذه المشكلة النفسية. يعني هنا سرك أسيرك، إن بحت به صرت أسيرا له. ما دامت نجم تلقى طرق، مثلا كما يقولون نحن، تكتب في ورقة وتغفصها وتطيش. نعم، إذا طريقة الكتابة أن نكتب مشاكلنا، التوتر، الصعوبات، أسرارنا على ورقة، ثم نقرأ هذه الورقة مرة أخرى ونمزقها. أيضا التحدث إلى المرآة، نعم، هو علاج نفسي. التحدث المستمر للمرآة وأنت تحادث نفسك فكأنها طرف آخر، إذا تحادثه بما تلج صدرك، وهنا ستمارس عمل الفضاء وبكل أمان، وعليك أمان الله. وإلا يقرأ قرآن. قراءة القرآن، نعم، القراءة المسترسلة للقرآن. نعم، هناك كتابة من يجد في الصلاة. كتاب، نعم، يجد في كتاب الله إذن متنفسا لأحزانه الصلاة. نعم، الدعاء أيضا، الدعاء. الزكاة وعمل الخير معناتها مدام. نعم، أن عندما تكون في مصيبة أو في إشكالية معينة تقوم وتبادر بعمل صالح لعل الله يفرج كربك مثلا. بهذه أمور إيمانية، نعم، لها دور في الحفاظ على التوازن النفسي للشخص. نعم، أو أن نبوح بأسرارنا للوالد للوالدة. دائما الآباء والأمهات يكونون صندوقا مغلقا لأبنائهم. ما دمنا نجمع الغضب متاعي والتوتر متاعي كنمشي نترين نفرغ غشي الكل. إيه، على الأقل لك فرصة، لك فرصة في التنفس هنا. ولا نبدا أفتقر نعرف له. حاجة تقولي ماما شبيه كذلك بالهضيرة. مدام، كذلك أنا ما نت نغني وكل شيء، نمشي نهبط فيديو على تيك توك نغني فيه، نحس في ما حاجة خرجت من قلبي كذا. صحيح، نعم، إذا ممارسة الهواية مثلا، أنت تمارس الغناء هنا، هاي مدام، إذن هنا فما متنفس أيضا. ما يختلج صدرك من مشاكل نفسية تخرجه على شكل أغنية. نعم، فما شكون يتجه إلى الرقص مثلا، تلقى زومبا ولا شو اسمها، ديما يحبوها الأغلبية البنات، دايما بيخلينا الكورة، الكورة مثلا. إيه الكورة؟ ما فيش غش، الكور في الكورة. الكورة. إذا المهم حاول إنك تفرغ غشك، مش على العباد بطبيعة الحال، في طرق معينة، لأن كبت المشاكل والأحزان والضغط سيجعلك تنفجر في أي لحظة. راهو الكبت المستمر عبارة، أنت تحضر لمشروع قنبلة موقوتة مش تنفجر في أي لحظة. لذلك ينبغي بين الحين والآخر أن نعبر عن
غضبنا أو أن نسعى إلى إيجاد طريقة لننفس بها عن هذا الغضب، أم أنك تكبت متغشش متغشش وحزين حزين حزين، راك في لحظة ما في وقت ما ستنفر في وقت خاطئ أمام أناس لا يمكن أن تنفجر أمامهم. واضح الأولاد الكبت، ردوا بالنا من الكبت به. إذا كيف يمكن للفرد، قلنا إذا في سنوات النضج، أن يتخلص من الضغوط النفسية؟ ليه؟ أولا أيضا تناول الغذاء الصحي، راهي زادك الحلوى، الحلوى والشوكولاتة، شوكولاتة شوكولاتة جازوز جازوز، راهو ذاك راهو مخلفاته على المدى الطويل. لا الشوكولاتة ولا حلوة ذاك راهو قاعد يرفع لك في مستوى السكر في دمك ويوتر لك في أعصابك، في قوة متاع منبهات غير عادية. أنا كده إذا بدأت ناكل على بعض. لا لا لا، رطوبين أولا للمحافظة على الرشاقة والأناقة. ضعيفة ليه النظارة مدام، نورمال خلينا نفتح مواهب. ليه حتى ساعات راهو تسحق في شوكولاتة شوية إنرجي مدام. ليه تعطي زاد فيها كثرة إنرجي. الشوكولاتة؟ أنا قريت تلميذة كانت على الصباح على خويا تشرب كان الجازوز، تجيب دبوسة متاع جازوز معاها، مدام أنا على خويا تشرب، قال لي مدام حياتي جازوز أنا. مدام حتى راح تجي جازوز. لا لا ردوا بينا، راهو الجازوز يطلع لك نسبة السكر في دمك، مدام يخرب وفيه دم صباح ولا ليل مدام، مثلا ما تفرقش. وفيه منبهات، الجازوز والشوكولاتة فيهم منبهات، فيهم راهو بعض المواد اللي تسبب التوتر وتؤثر مدام على الأعصاب. نشرب برشا قهوة كنا بنتغاس. أي برافو منبهات مدام. منبهات. إذا تناول الغذاء الصحي المتوازن، نقول المتوازن والابتعاد عن المنبهات والمنشطات. مدام كنت بدي نغشش تاكل السناني اسم حرفازة مدام. في النار يا اي بي، في النار يا بي. عندنا مثلا القهوة، التبغ بمعنى التدخين، هناك من يذهب للتدخين، أو بعض أنواع الأدوية، هناك من التلاميذ أو حتى من المراهقين والشباب، حتى كهول، حتى كهول يميلون إلى تناول مضادات الاكتئاب، هي أدوية ولكن التناول والإفراط في تناولها ستكون أوفر له دوز معناتها. آثار، نعم، وتأثيرات سلبية جدا جدا. ليه؟ المشروبات الغازية، حاولوا ترانيه وترانيه وتمشيه خير من الجازوز مدام خذ مترجمة بطبيعة تصدم الحال ولا أنا ننسى مثلا ما كنت أحاول نكون نسب جذور كيف تطلع الواحد دار طولي ناس كيفاش؟ قبل مثلا مدام ما تعرف تسرب جذور كيف تولي ناس ولكن نشاط وقت ذاكرة، لو مدام هذا تلاحظ انت بعد ما تشرب الجازوز ربع ساعة تكون شيخ، بعد ربع ساعة ترجع أتعس من المرحلة الأولى. كيما ريد بول معناتها مدام ممكن ما تشارك هكاك مثلا. إيه هذيك المنبهات كيما الجازوز مثلا، راهي تفرحك لمدة ربع ساعة، ربع ساعة وبعد كي تعطيك عاد اللي بتاعها عاد، وطلوع صورة وعصب قهوة. لا راهي بالعكس المتعة بتاعها وقتية كيما المخدرات. مدام انا كي نشرب قهوة دوك ياسك فرحانة ولا متغشة ولا حزينة، بالعكس يعني بعد ما تجينيش حتى مضادات لا مش يعني. نحكي على القهوة، نحكي على الجازوز، هنا نحكي على الجازوز. القهوة كما تفرق معك، إذا لم تكن لك إفراط في شربها لا ضرر فيها، أما تشرب 7 قهاوي مثلا في نهار، لا ياسر برشا زلايا ياسر، عندها تأثير سلبي سلبي كبير دام زادة. قهوة مقطوعة لي فما عاد يبيعوا في البيفات ولا نشري حتى قهوة السكر، مدام حتى السكر مقطوع. نسيت الحليب ممارسة الرياضة المنتظمة والاسترخاء، إذا يحتاج
الإنسان إذن يحتاج تمام. الإنسان إلى حالة من العزلة وحالة من التأمل، وقفة تأملية مع نفسه لكي يراجع أفكاره، لكي يرتاح جسديا، فيحتاج في وقت في اليوم حتى كنصف ساعة يرتاح فيه، يقعد يتمد يفكر شنو عمل اليوم، شنو مش يعمل غدوة. لكن الوقفة التأملية مع النفس راهي عندها تأثير حلو برشا.